تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من كبار المسؤولين، احتفلت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يقام هذا العام تحت شعار لنزرع الغذاء وليس التبغ. وبهذه المناسبة أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين حققت وبفضل الرعاية الكريمة والسامية من ملك البلاد المعظم وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إنجازات رائدة ضمن المسيرة التنموية الشاملة، والتي شملت العديد من القطاعات وعلى مختلف الأصعدة، ومن أهمها القطاع الصحي ومجال الوقاية من الأمراض وتجنب مسبباتها. وأشار معاليه إلى أن هذه المناسبة تعتبر فرصة أمام تعزيز الوعي المجتمعي حول التأثيرات الضارة لتعاطي التبغ، حيث يأتي ذلك اتساقا مع الدعوة المتواصلة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى أهمية مواصلة الجهود والشراكات المجتمعية لدعم الخطط والسياسات والإجراءات الفعالة والكفيلة لمكافحة التدخين والحد من استهلاكه. من جهتها أكدت سعادة وزيرة الصحة أهمية إذكاء الوعي حول مخاطر التدخين ومساعدة المدخنين على الإقلاع عنه لحمايتهم من الأمراض التي يسببها، وذلك سعيا نحو تأمين حياة صحية خالية من الأمراض لجميع أفراد المجتمع. وشملت فعالية الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين العديد من المحطات التثقيفية والتوعوية حول أضرار التدخين. اليوم أنا سعيد بمشاركة في هذا النشاط. حقيقة مكافحة التدخين شيء مهم جدا، على أساس أنه يعني التدخين يبدأ مع الأطفال عندنا من طبعا من التاسعة وفوق، ولما يكون يعني بيبلغ 11-12 يعني يعتبر أنه نوع من الرجولة أنه يدخن، وهذا شيء خطأ. ومضار التدخين مضار كبير جدا على الجهاز التنفسي وعلى المستقبل من ناحية بعض السرطانات بعد تصير من التدخين. فيعني المهم أن الناس تتجنب التدخين من البداية، وهو أصلا ما له منفعة بالمرة، كل يعني آثاره ضارة على الجسم، خصوصا على الجهاز التنفسي وعلى الجهاز الجسم كله. إن إقامة أنشطة وفعاليات تتعلق بالامتناع عن التبغ والتدخين ومكافحته هي فرصة لإذكاء الوعي بمضاره، وكأحد العوامل المهمة من عوامل الاختصار التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأمراض التنفسية وأمراض السرطانات وغيرها، فهي فرصة لشحد الجهود ومواصلتها في سبيل صحة المجتمع وسلامته. طبعاً أتشرف أني أنا أكون جزء من هذه الحملة ونشوف الجهود اللي قاعدة تصير في مكافحة التبغ وتوعية الشباب وتوعية كافة الشعب، بس بالنسبة لي أنا دائماً أركز على الشباب، لأن الشباب إذا كان واعي، إذا كان واثق أنه يقدر ياخذ قراراته بنفسه، راح ياخذ القرارات الصحيحة بالتوجيه اللي يحصله سواء في المدرسة أو المجتمع. فطبعا هذه الجهود احنا دائما نقدرها ونشجعها، واحنا نحط يدنا بيد العاملين على هذه الحملة ان نوعي الشباب على خطورة التبغ وشنو اللي راح يصيدهم لو هم راحوا في هذه الطريق. يحتفل العالم في 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين. مملكة البحرين كعادتها تشارك العالم في جميع هذه الاحتفاليات. هذه السنة تحت شعار لنزرع التبغ، لنزرع الغذاء عوضا عن زراعة التبغ. طبعا الهدف الرئيسي من اليوم العالمي هو رفع الوعي المجتمعي بأضرار التبغ سواء على الصحة أو على البيئة، وبالتالي الوصول إلى أن احنا أولا رفع معدلات الإقلاع عن التدخين، والنقطة الثانية أن احنا نوعي الناس بالأضرار اللي تنتج عن استهلاك التبغ على البيئة.